باقتراب موسم الأعياد فقد عدد من الأسواق الفلسطينية مهنته وحتى عمله بسبب ما تتعرض له البلدة القديمة من ضغوطات اجتماعية واقتصادية. للمزيد حول الموضوع نتحدث مع الأستاذ فادي الهدمي مختص بالشأن الاقتصادي المقدسي. أهلا بك. أهلا بك. في بداية حديثنا عن اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وأيضا موسم الأعياد الذي يقترب، كلما يقترب نتحدث عن انتعاش اقتصادي في الأسواق المقدسية، هل متوقع أن تنتعش أسواق البلدة القديمة أيضا؟ يعني سوف تنتعش نسبيا. نحن في القدس لا يوجد هناك طفرة اقتصادية أو انتعاش اقتصادي بالمفهوم الأشمل، هناك انتعاش نسبي في بعض القطاعات وبعض المشتريات، ولكن لا يمكن في القدس ضمن هذا الوضع الاقتصادي المتردي وعزوف الحركة الشرائية وتردي المنظومة بشكل كامل أن نتحدث عن انتعاش اقتصادي، ولكن يكون هناك بعض القطاعات بشكل نسبي تعم عليها الفائدة في بعض المشتريات مثل الألبسة وبعض الأغذية، ولكن بالمفهوم الاقتصادي الأشمل والأعم هناك تردي مرتبط بالانهيار الاقتصادي المقدسي. وما القطاعات برأيك التي فقدت مهنتها وفقدت حتى رونقها في الأعياد، وما الأسباب التي جعلتها تفقد هذه المهنة؟ يعني على سبيل المثال عندما نتحدث عن سوق اللحامين، قطاع نحن نعلم بأن عيد الأضحى نحن مقبلين عليه يكثر فيه شراء اللحوم، سوق اللحامين هو سوق مغلق، وسبب هذا الإغلاق أن هناك تغير في الأنماط السلوكية، الناس لا تشتري بسبب صعوبة الوصول والمكان، وهذا تشتري من خارج الأسوار البلدة القديمة، هناك أثر سلبي على هذا القطاع مما انعكس أن هناك محال مغلقة بشكل كامل في سوق اللحامين. وأيضا هناك توجه للأسف من بعض الفلسطينيين والمقدسيين للتسوق من مراكز التجارة الإسرائيلية، فتجار الألبسة قد تأثروا لأنهم يتنافسوا مع المراكز التجارية الإسرائيلية التي تتوفر بها المواقف وتتوفر بها العروض التي تنافس التجار المقدسيين الفلسطينيين. وحول سوق اللحامين تحديدا، حدثنا أكثر عن هذا السوق الذي يزدهر في أعياد مثل عيد الأضحى، حدثنا أكثر عن مشكلات هذا السوق وأيضا ما الأسباب التي دعت هذا السوق لفقدان محله التجارية. هو سوق تاريخي اشتهر بتجارة اللحوم منذ الأزل، ولكن بواقع سطوة الضرائب والتكاليف الإشغال المحال التجارية في البلدة القديمة التي يفرضها الاحتلال من سلسلة الضرائب وجملة الضرائب، بالإضافة إلى أن هناك تغير في الأنماط، الأنماط الاستهلاكية وأن يشتري ويتحوج اللحوم من البلدة القديمة، هناك تم توسعة في شمال القدس وفي الخصوص في منطقة بيت حنينة وخارج الأسوار التي فتحت أسواق لحوم سهلت الشراء منها، وبالتالي أثرت سلبا على هذا السوق التاريخي. الأجدر أن يكون هناك توجه استراتيجي لتطوير هذا السوق بشكل يحاكي التطور الحادث من حيث الأنماط الاستهلاكية الجديدة. موضوع الاستيراد والتصدير، كيف حدت إسرائيل من فرص البائع الفلسطيني باستيراده فقط منها وبأسعارها أيضا؟ هناك تحكم، لأنه نحن في القدس هناك تحكم شبه كامل من المنظومة الإسرائيلية بكافة استيراد المواشي، وعندما يستورد الفلسطينيين من مناطق الضفة الغربية هي لا تأتي أكلها في السوق الفلسطيني. نحن نعلم أن اللحوم وكل مشتقات الحيوانية لا يمكن دخولها إلى الأسواق الفلسطينية العربية. الأستاذ فادي الهدمي مختص بالشأن الاقتصادي المقدسي، شكرا لك على هذا اللقاء.